بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولو أتني استيدي بش سدحات كن أفر بقل يصدني استيد هجرقة وفقصن لحية طوانك بش ديسمبر لابد أكون يتضبيه طوانك حان ساك هلكا كقود قلينا كتاب كم إذا كتبتي أي قرين علماء دي سنده culimadii qarniyadii hore ee saddexda ahaa ee nebigu ammaanay sallallahu alayhi wasallam xadiidka saxiixa ku yimid dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga buu nebigu sallallahu alayhi wasallam qarniga ku xiga ku sii xiga qarniga saddexaad baa ku xiga kadib waxaa bilaaban doona xaalad sidaa ka duwan ayuu nebigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam saddexda qarniye hore kutubta la qoray oo culimmadu sunnadu ay qoreen ayaa waxay matalaysaa manhajkii saxda ahaa ee qur-aanka iyo hadyigii nebiga sallallahu alayhi waalihi wasallam kutubtaasi waxay si kooban u tilmaamaysaa caqiidadii saxda ahayd waxay radinaysaa oo ay meesha ka saaraysaa afkaar badan oo dib ka timid oo nebiguna sii sheegay sallallahu alayhi wasallam inay bilaaban doonto afkaartaas ay kooxihii firqooyinka lunsanaa la yimaadeenna kutubtani way radinaysaa kutubtaas ayuu marka ka mid yahay kitaabkani وكتابك أصول السنة للإمام الحميدي عليه رحمة الله مؤلفك إسكال كتابك أما الشيخ قري وأبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي عليه رحمة الله وإمام كم ذا أي ماذا السنة ده؟ وهو حقيقة تي علم دي ووناء حلقي سينوليد رقي وقع عن سناء علم حقيقة تي وحكم إذا القاضي فضيل بن عياض إنك زاهد كها يا عن كها فقيه كها سنة محدث كها وحقيقة تي الإمام الصفيان بن عيينة وكم إذا هالشيوخ ذي الإمام الشافعي عليه رحمة الله غيرك وليد بن مسلم وكيع بن جراح وكم إذا علم ديسي وعلمي كقاتي الإمام الشافعي عليه رحمة الله أرد ديسا وحاو عانسا الإمام البخاري حديث كأقوه الرئي صحيح البخاري حديث عمر إنما الأعمال بالنيات شيخ أبو بخاري كورين أيوه حميدي عبد الله بن الزبير مركا أرددي سنين كاسا أبوينا لودي شيخ الرازيان كاها أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي يغير كودبا ركادو فربضن با علمي أكاقاتي وأبوين هاي الإمام البخاري عليه رحمة الله الإمام الحميدي عليه رحمة الله وحو أها مفتقي ريم مكة مفتو الحرم بالليل هذا مقال هذا مكة أيو فردي وحال الليل هذا سيدة أوليه الحاكم أبو عبد الله ابن البيع وحو أجري ريم مكة وحو أجري بوسك أو إمام أحمد أجره عراق هي بغداد إمام أهل السنة والجماعة بوسك أجري ريم عراق أيو حميدين أجري ري حجاز يا مكة مركا لأن إمام جليل أبوها مواقف أدو عجب بضنبو لهايو فرقوين كاللومي
رجي آد وجهر يمد بكمي ذي هسيدا قدرية ذا إيو مرجي آد إيو جهمية ذا إيو مواقف كلك تسمى بولها أو مواقف يعني وحوي ونمن كاسك وجهر شيدو أما بكر الدين يأيو لها عليه رحمة الله. مذهب كيس فقهي جاء وحو أها شافعي المذهب أي مذا الشافعي ذا أيو كمي ذا بل أرضذي توسك أهي أي إمام الشافعي علمي كقاتب كمي ذا نقاط صوت الماني أرضي قيسوا وعلمي كقاتي وكوريه سيدة أصدرادت باوحو ليه هاي الإمام الصبكي عليه رحمة الله روى عن الإمام الشافعي وتفقه به وذهب معه إلى مصر يعني إمام الشافعي أيو فقه كقاتي استقع أيو علمي كبرتي إمام الشافعي مركو مصر آذينا والراعي لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله ما كان مربو تشوغي وعلمي قال لقبرني مر مدينه تشوغي علمي قال لقبرني مر مقالة بغداد بوتغي مر كي دمنا مصر بو آده عليه رحمة الله مر كوي حولي هاي رقي مصر ورعي بو كمدها الإمام الذهبي عليه رحمة الله يساقنا سير كواكونا هيا هو من أجل أصحابه إمام الشافعي أردادي سرق وواوين أيو كمدها مركا رقي مذهب كفقق أنا كقاتي مذهب كعقدق أنا كقاتب كمدها لأنه الإمام الشافعي أي مذهب سنده كمدها رقي وواوين بكمدها عقيدة هذا أردادي سو أي قريسو ومدكي سقعي كقاتب الإمام المزني عليه رحمة الله سقونا أردادي سي كمدها ويسألون كتاب نوع عاصله تلمامي دون إن شاء الله تعالى حميدين واكن مركا أي مدي شافعية أرضى الشافعية هاي وحقيقتين مذهبه في الفقه ومذهبه في العقيدة مذهب كي صحك دنك فقه هي مذهب كي شافعية دنك عقيدة خلاف وحسيدة كدوان متأخرين تدب كيمت وأرددي شافعي أنا هين مذهب كي فقهي جها ويقاتن لكن مذهب كي إمام الشافعي دنك عقيدة ده ويخلافين قاربنا وحضر كيسا أما وأشاعرة وحتى قاربنا وكم ذا مذهب كليتو فكري قادنا يان دنك فروع ده يفقهي جنا وشوافع سيدا استراد أرددي إمام كوا كقدسنا سيدا صوحي أهين يعني شيخ وضي الرعصرايين في مسائل العقيدة هي في مسائل الفقه اللي وضبا سيد حميدي مركز رقاس وكم بدها نين وينين وها وقيمة وين كفرية علماء آيات المانتي رقي لوقتك أها الإمام أحمد عليه رحمة الله مركو كهل ليوحولي الحميدي عندنا إمام حميدي أكتنا دوانين إمام وي هذين نينك مرلي دوا إمام يعني ودرجات صري سواء خاصة الإمامة في الدين الإمامة في الدين ما سهلنا شيخ يسي ابن عيينة وحكم إذا رقى أرضض ابن عيينة رقى أوه الرئي وكم إذا الإمام إسحاق بن رهوية إمام الشافعي إمام أحمد صاحبك أي سنة وحديثة الأئمة في زماننا أي مضو وقت كان هذا أنشوك نمضحظة يهو جانك الدينات والشافعي والحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام عليه رحمة الله مركز الشيخ يسي شافعي أيابا لقرب ديجر مركز علماء دواوين لترين أيو أي حميد اللي قدري تري سيدا سوي كذلك الشيخ يسي أردي يسي الإمام البخاري عليه رحمة الله ساسو يساقنا كتل ماما إياه الحميدي إمام في الحديث وإمام كم إذا أئمة لنك علمي حديث الله قدم بيه سيدا سويا مركا أمانتا علماء يامانا وفربضانتا هاي كتب لي هاي إمامكو وكم إذا هاي كتاب كري أصول السنة وكتاب يرو كوبا سيدي أي أهان شرتي كتبتي هوري السلف رضوان الله عليه ما إن هذا البطنين هذا البدن يور بدن يفاهم بدن يملهين لكن وحول هانشرين هذا لا تكوب كوبا أو جملوين
oo haddana macna aad u ballaadhan xambaarsan. Fasaaxadooday ka mid tahay waa cilmigii nabiga ay ka soo gaadheen sallallahu alayhi wasallam, qur-aanka ay ka qaateen, laana wax weeyaan hadal uruursan oo aan aad u badnayn laakiin aan waxba ka tegin, saasay ahaan jireen jumal koob kooban, kutubtooduna saasay u qoran tahay. Macnaha kitaabkana marka ka mid a waxaa ka mid a musnadka, musnad ulxumaydi, isagana waa matbuuc weeye oo axaadiis uu ku ururiyey buu leeyahay. Wuxuu geeriyooday calayhi raxmatullah, magaalada makuu ku geeriyooday, taariikhdu markay ahayd 219 hijriga. Sheekhiisa Shaafici ayuu wuxuu ka dambeeyey 12 wax yar ayuu ka dambeeyey. Marka imaamka kitaabka iska leh waa kaas weeye, alimaam alxumaydi cabdullaahi ibnu zubayr calayhi raxmatullah. Risaaladan markaasaan tilmaanayba waxay ka hadlaysaa caqiidadii saxaabada iyo taabiciinta iyo salafka ridwaanullaahi calayhim ayay ka hadlaysaa. Way kooban tahay, 3 darsi insha allahu tacaala inaan ka dhigno ayaan isku daynaa biidni illahi tabaaraka watacaala. Imaamku marka wuxuu yidhi السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. أصول السنة كتاب مجلس سوي محل قوضة أصول سنة محل قوضة. الأصول وجمع أصل أصل كنوح لنا هذا أساسك نقل لفتين لقدنا الصومالي أساس asalka shayga waa jiridiisa, way asalka uu shaygu ku taagan yahay, asaaska uu ku taagan yahay shay walbaba asal la yidhaahdaa iyo jiridiisa hoose. Sunnadana waxaa la yidhaahdaa macaani kala gedisan bay leedahay. Sunnada marka la isticmaalayo kelimada sunna, mar waxaa loo isticmaalaa wixii bidcada ka soo horjeeda ayaa sunna la yidhaahdaa, muqaabila albidca. Mar waxaa loo isticmaalaa faradka iyo waajibka wixii ka soo horjeeda, oo waxaa la leeyahay shaygan waa sunno ee waajib ma ah. Mar waxaa loo isticmaalaa macno intaasoo dhan ka guda weyn oo diintoo dhan baa sunno ah, laanna sunnada waxaa laga wadaa bimacnaa dariiqaa laga wadaa, jid baa laga wadaa. Marka jidkii nebigu sallallahu alayhi wasallam laga dhaxlay oo dhan oo diintoo dhan ah ayaa sunno la dhahaya mararka qaarkood. Laakiin markii kutubta caqiidada ee salafka ay qoreen laga hadlayo, inta badan kelimatu sunna waxay u isticmaalaan kutubta ay magacyada u bixiyeen, inta badan waxay u isticmaalaan masaa'isha caqiidada, kutubta ay ku qoreen masaa'isha caqiidada, sida uu leeyahay Sheikhul Islaam Ibnu Taymiyaa calayhi raxmatullah: walafdu sunnati fi kalaami salaf yatanaawalu sunnata fi lcibaadaat wa fi lictiqaadaat. Waa lafdi marka wixii cibaada iyo wixii caqiida iyo kulli uu soo wada galayo. Wa in kaana kathiirun miman sannafa fi sunnati yaqsiduuna alkalaama fi lictiqaadaat, laakiin culimmada kutubta qortay oo kutubta khaasatan caqiidada kani ka midi, inta badan sunnada waxay ula jeedaan baabka caqiidada wixii ku saabsan. Saas daraaddeed kutubtan waxay ka hadlaysaa ictiqaadaadka iyo caqiidada saxda ah ay firaqda qaarkood khilaafeen ama ay garab mareen kooxaha qaarkood ay ka lumeen, si khaldan u qaateen caqaa'ida noocaasa, masaa'isha noocaasa caqiidada ku saabsan ayay inta badan kutubtani ka hadlaysaa. Saas daraaddeed as-sunna halka waxaa laga wadaa bimacnaa masaa'ilul ictiqaad, masaa'ilul ictiqaad ayaa laga wadaa. Kutubtoodu fara badan baa macnaha marka ku imaanaysa, oo uu ka mid yahay kan hadda aynu hayno usuulu sunna
للإمام الحميدي وحكم إذا أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ويساقنا أردك شافعيها وكم إذا هي صدق الأصول السنة للإمام ابن أبي الزمنين ابن أبي الزمنين المالكي أساقنا تقريبا قرنك أفراد ولماذا يسيبوها وحكم إذا السنة لأبي بكر الخلال السنة لأبي بكر الخلال إساقنا علماء ذي قرنجي صدحات بوأها وصدح بقول يكوي طبان كيرك يوكيريو ذي وحكم إذا السنة لابن أبي عاصم إساقنا علماء ذي قرنجي صدحات بوأها لو بقول يو سيديتني تطبا ذي بوكيريو ذي وحكم إذا السنة للإمام المروزي لأبي عبد الله المروزي أيا كم إذا مركة السنة أصول السنة شرح السنة كتب تهسي معيدة كالقد سنة علماء أم بحيان السنة دي كغاها الله يان مركة وأبواب تهس اعتقادك وبدأ أبواب تهس عقيدة دي مسائل العقيدة أيا كغاها الله يان السنة دي مركة معناها سيكوضان مركة استعمالي يان معناها سيكوضان كتاب كني رسالة دي يرتعي كوابني إلا تضبا مسألوك كغاها الله يا إمام تضبا أصل أصل ككوبات وحكاها الله يا مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر تيرك اللحات وتيرك إيمانك كم مسألة قضاء هي قدرك طلبات وحكاها الله يا إيمانك إيمان محوية قيحتانك هي تعريفك إيمانك سسعاد وحكاها الله دونا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحى أي مديه حق أي أمد كليه تأفراد حكاها لدونا قرآنك إنو يهي إلهي هذا الكيس سأشي لسكو خلافة بكم فرق قار كم ذا أي جدك صح ذا أكو قرب مرين قضبك لحاد حكاها لدونا إله الله تبارك وتعالى صفات كيس يتلمامها ألا لي وقرآن كو شاكي سنة النبي كو شاكي صلى الله عليه وسلم الله الصفات كي سي يتلمامه منهجك لقل الرقمي يدنا سيكوبا بو تلمامي مسألة اللحادة رسالة كوبا كتاب تيوحويان رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مؤمنين تو إن الرب قد أكد دونان ما ننت قيامة ده وحاو قدام بيسيي مسألة يدن خوصتي ماذا باب الأسماء والأحكام وآه روح مؤمن كآه إدن بيقوين قلي أن قال نما قارسي سنين روح هاسي دن بيقام كو قالوا بيا دين تمكا قبا حيا مساكا قبا حمايو مسألة الله يقانا مرتكب الكبيرة وحي فرع كتاهي مسألة دي هوري أهيد إيمانك قيحتانك إيمانك أي فرحكتا لكن سيقوني علماء السنة وقه اللانو لأن خلاف أدق باق لي وكوحي يفرقوين أي خلاف أدق لي سيداس دراديد با سيقوني لوغو شاقا معنا أما قوني لوغو سارا طيب وحيولي مركة إمامك سوى كتابك إنو بالله بي السنة عندنا مسألة يقول رئيس بكها الله يا ومسألة القدر السنة طريقة اعتقادك تشيتك عقيدة الصحصني عندنا أكت يضا أن يؤمن وإن الرمي الرجل ننك وإن الرمي الرجل بمعنى وحو كوضا روحي بكوضا روح وين الرمي ركع هذا ضمرها بالقدر الله تبارك وتعالى حكم كيس يقرشهيس يقيبنتي سوين الرمي خيره قدر كامت كيس خير كأه وشره يمت كيس شر كأه حلوه مت كيس معان كأه
iyo wamurihi midkiisa khadhaadhba waa inuu rumeeyo, wa an yaclama sidoo kale waa inuu ogaado, annamaa asaabahu wixii asiiba oo ku dhacay, wixii ku dhacay oo asiibo ku yimidi, lam yakun muusan ahaadeen, liyukhti'ahu mid marnaba gafi laha ma ah, marnaba ma garab mareen wixii kugu dhaca, marnaba kuma gafeen. Wa annamaa akhta'aka wixii ku gafa oo ku garab marana, lam yakun ma ahaadeen marnaba, liyusiibahu mid asiibi lahaa ma ahaadeen, wixii ku garab marana marnaba kuguma dhaceen sidaa uu kuu garab maray wey. Wa anna dhalika kaasoo dhanna, dhalika ka kugu garab maray iyo ka kugu habsaday kugu dhacay, anna dhalika kaas kullahu dhammaantiina, qadaa'un inuu yahay xukum, oo min allah xagga alla ka ahaa. Sidaasaa ilaahay u xukumay inaad mas'aladan rumeeyo weeyaan, yani saas wey sunnadu agtayada waa sidaas wey. Tayib, as-sunnatu garanay waa ictiqaadka saxda ah, saasi ka wadan saan soo sheegnay. As-sunnatu waa ictiqaadka saxsan, waa dariiqa saxsan ee caqiidada ah iyo ictiqaadka saxsan ee kitaabka iyo sunnada laga qaato. Cindana muxuu ka wadaa, bimacnaa wuxuu ka wadaa cinda a'immati salaf, saas waay. Cindana ay naxnu macaashira culamaai salaf, macaashira culamaai assunna, annaga agtayada waa, annaga agtayada. Muxuu meeshaa ka saarayaa cinda gayrihim, wixii aan iyaga ahayn, firqooyinka kale, jahmiya hadday tahay, muctazila hadday tahay, firqooyinka kale ee lumay maya. Laakiin ictiqaadka aan ka hadlayo waa cindana, agtannada sunnadu waxay ka tahay waa. Tayib, waa sidaa siduu sidoo kale alimaam axmed caleyh raxmatullah isaguna kitaabkiisa markuu bilaabayay muxuu ahaayey usuulu sunna, waa kii isaguna yidhi usuulu sunnati cindana attamassuku bima kaana calayhi asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, sunnada asaasiyadeeda waaweyn ee ay ku taagan tahay caqiidadu waxa weeye cindana agtannada, haddaan nahay a'imadii sunnada, cindana agtannada. Marka cindiyada macnahaasaa laga wadaa. Tayib, wuxuu meesha ka saarayaa yacni firaqda kale agtooda caqiidada taalle iyo siday wax u rumaysan yihiin, taasuu meesha ka saaraya. Tayib, caqiidadeena marka waa caqiidada laga dhaxlay saxaabadii nabiga sal alay slam, saxaabaduna rasuulkay ka dhaxleen, waa fahamka saxda wey. Wuxuu ku bilaabay marka oo qodobka koowaad ka dhigay kitaabka mabda'a qadarka, mabda'a qadarka in la rumeeyo, al-iimaan bilqadaa'i walqadar, waa tiirka lixaad oo ka mida mabaadiida ama tiirarka lixda iimaanka. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. حديثك صحيحين ككوي مد وكي النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد قرن إنسان مركو النبي صلى الله عليه وسلم أي مد ملك الجبريل أو عليه السلام سقو نن إسوسو إكيسيي su-aaluhu weydiiyey nabiga sal alay wasalam, saxaabaduna way la fadhiyeen, laakiin iyagu waxay u haysteen nin socoto ah oo safar ah oo nebiga cilmi ka faa'iidaysanayay, wuxuuse ahaa malkuljibriil oo ruux bini aadan isu soo ekeysiiyey. Nebigu la soo fadhiistay sal alay wasalam, su-aalu dhowru weydiiyey marka, akhbirnii can alislaam, markaa nabigu sal alay wasalam ka jawaabay, akhbirnii can aliimaan, bal iimaankana iiga waran. Tii hore markuu ka jawaabay sadaqta buu waa runta, bal haddana iimaanka iiga war. Markaasuu nabigu iimaanka qeexay sal alay wasalam, al-iimaanu an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi.
markaasuu yidhi waa runtaa ebal haddana ixsaanka iiga waran ixsaankiibu haddana nabigu qeexay sal alla alay wasalam an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak, inaad ilaahay u caabuddo sidii adigoo arkayoo kale hortaada uu ka muuqdo, sidaasoo kale inaad uga xishooto ood uga baqdo, maxaa yeele haddaadan arkayn isagu waa ku arkaya mar walba, kama qarsoonid. markaasuu haddana weydiiyey akhbirnii can ashraati can issaaca, qiyaamada bal iiga waran. markaasuu wuxuu ku yidhi ma almas-uulu canha biacla min assaa'il, adiga i weydiinaya iyo anigood i weydiinayso isku xog baynu ka nahay, kaagama xog rooni. xadiidkaa dheer ayay marka ku timid oo nabigu sal alla alay wasalam iimaanka ku qeexay lixda tiir ee iimaanku marka ku sheegay. tiirka lixaad ee ugu dambeeya ayaa marka wuxuu yahay wa tu'mina, inaad rumayso bilqadari, qadarka inaad rumayso, khayrihi kiisa khayrka iyo sharrihi kiisa sharka. tiirkaas lixaad ayuu marka ku sharxayaa iyo in la rumeeyo. waxaa la isweydiin karaa muxuu halkaa tiir uga soo qaatay, muxuu tiirarkii kale uga tegay oo kaa keliya mudnaanta u siiyey, wuxuu kaa xoogga u saaray oo uu shantii kaleba uga horumariyey. kow, waxaa batay khilaafka galay, firaqda firqooyinka lumay oo dariiqa ka baxay, meesha khilaafkii ugu horreeyey ee muslimiinta soo dhex gala ee masaa'isha caqiidada ku saabsan, masaa'ishii ugu horreysay la isku khilaafay waxaa ka mid ahaa mas'alada qadaha ilaahay iyo qadarkiisa. saxaabadii waaweynaayo oo qaar nool yihiin bay masaa'ishani soo baxday oo qadariyadu soo baxday, xadiidkii fi saxiix muslim cabdullaahi ibnu cumar iyo qisadiisii waad garanaysaa. marka maadaama masaladan khilaaf galay oo lagu kala jabay oo shubahaad badan soo baxeen, yaa si gooni ah ayay culayska u saareen marka culimmadu oo mudnaan khaasa u siiyey. ayib, wuxuu yidhi marka assunnatu cindana an yu'mina dariiqa ictiqaadka saxsani, cindana agtanada haddaan nahay culimmadii sunnadu, an yu'mina waa inuu rumeeyo, aliimaan huwa aliqraaru waltasdiiq fi luga, waa inaad qirto shayga oo aad rumayso, qalbiga ka rumayso. ayib, shaki la-aan. ayib, an yu'mina waa inuu rumeeyo alrajulu, alrajul wuxuu ka wadaa bimacnaa shaqsiga ruuxa, yacni dumarkuna waa ku jiraan waayo, waxa uu ninka u cabiray min baabi taqliib, taqliib baa la yidhahda, bimacnaa mid baa magaciisa la sheegayaa ka kalena waa ku jiraa waayo macnaha. ayib, xadiis far badan iyo nusuus badan baa saa ku imaanaysa, laakiin lagama wado inay ragga khaas ku tahay. waa inuu ruuxu rumeeyo bilqadari, qadarka waa inuu rumeeyo. ayib, bimacnaa ruuxa imaamkiisu iimaankiisu sax ma noqonayo ilaa uu mabda'a rumeeyo, inta kaloo dhan hadduu rumeeyo laakiin mabda'aasi uu ka qasan yahay ama uusan rumaysnayn mu'min maaha. hadduu ilaahay rumeeyo, malaa'igta rumeeyo, rususha rumeeyo, kutubta rumeeyo, yah oo laakiin uu mabda'a ilaahay inuu horay wax u qoray, horay wax u qoondeeyey, horay wax u qaybiyey, yah horay wax u xukumay, hadduusan rumaysnayn tiir tiirarkii imaamka ka mid iimaanka ka mid a ka maqan, bitaali ruux mumina ma aha, waa inuu marka ruuxu ilaahay qadarkiisa rumeeyo. qadar uu maxaa lagu dhahaa? qadar waxaa la yidhaahdaa alqadaa'u waalxukmu baa la yidhahdaa, waa xukumka alle tabaaraka wa tacaala uu horay u gaadhay, wuxuu ilaahay horay u qadaray oo horaan azaliyan xukumka ilaahay ku dureersaday wey. wax kasta oo dhacaya oo adduunka ka dhacayahay horay buu u qornaa, waa la qoray. horay intaan la qorinna ilaahay horay buu usii ogaa, intuusan dhicin cilmiga ilaahay ee azaliga ah ayaa ku dureersaday. alle markuu ogaaday waxaa ka dambaysay waa la qoray, maqaadiirta khalaa'iqda waxaa la qoray,
samawaadkii dhulalka intaan la abuurin 10,000 oo sano ka hor ayaa wax walba qalinka lagu duugay. awwalu ma khalaqa allahu alqalam, wixii ugu horreeyay ilaahay uu abuuray qalinku ah. qalinka markii la abuurayna allah wuxuu ku yidhi uktub, qor baa la yidhi. maxaan qoraa buu yidhi? uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama, wax kasta oo dhici doona ilaa qiyaamada laga gaarayo adduunka la gabagabaynayo, wax kastoo dhici doona qor baa la yidhi. fajaraa calaa maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama, qalinkii markaasuu dureersadoo qoray wax kastoo dhici doona. marka wax waa qoran yahay, waa qaybsan yahay, waa qorshaysan yahay, wax cusubi ma jiro. kadibna shayga markii la keeni rabo, la abuuri rabo, alle iraadadiisa iyo doonitaankiisu ku yimaadaa. wax doonitaankiisa ka baxsan ma jiro.